مجوية وسخة، عم ترمي الزبالة علي لخلي كل الحي يعرف انك وحدة وسخة ومجوية. اوعى شو عم بتصرخي؟ مش انا حبيبتي اللي كبيت عليك زبالة؟ اذا فكرك تشوهيلي سمعتي قدام اهل الحي فشرتي. ولك انا وعدت خي محمد اني ما عمل مشاكل مع حدا، بس انتو ما بتخلوا الواحد في عقل براسه. وحية الله باسم البدن، شو هالجيران هاي؟ شو هالجيرة؟ جيران بلا اخلاق بلا ادب بلا رحمة. والله الحق مع خي محمد، قال لي خليني اشتري لك بيت وبتعدي فيه مسططة مكرمة، بس انا ما بعرف شو صار لي. والله اشتقت لبرد اختي حوراء، اشتقت لزهراء ولحلا ولمليكة ولحمودي. خليني احكيهم. خالة النور عم تتصل فينا. الو. ايه زهراء حبيبتي، كيفك يا خالته؟ شو اخبارك؟ مشتقت لكم انا كتير كتير. كيف حلا وكيف مليكة؟ كيف محمد؟ الحمد لله نحن منيح. بتعرفي يا خالته، امبارح رحت على المول واشتريت لكم كل واحد هدية مثل ما انتو بتحبوا، وغاليين كتير كتير. عن جد جايبت لنا هدايا غاليين؟ ايه والله يا خالته، جبتن غاليين كتير كتير. يعني انت جبت لك عدة طبخ، بعرفك بتحبي تطبخي وتتفنني بالاكل. واو عدة طبخ، شكرا كتير يا خالته نور. ولو يا خالته، ما بيغلى عليك شي. انت يا زهراء جبت لك عدة للطبخ، طناجر ماركة تفال هولي. واو. يعني مثل هيدي تعملي فيها شوية رز لإلك، أو مثلا بدك تعملي باستا أو شي. أوكي. وهيدي تعملي فيها كمان شي شوربة. أوكي. وهيدي بتعملي فيها طبخة، وهولي يعني إذا بدك تعملي فيهم كيك أو صفوف. يعني جبت لك شي أنت بتحبي. كتير حلوين خالتي، شكرا. حبيبتي يا خالتي. ليكي اعطيني حلا لاحكيها. ايه هلا بعطيكي حلا. حلا يا حلا، تعا احكي مع خالته نور على التليفون. احكي خالته. الو. ايه حلا، كيفك يا خالته؟ شو اخبارك؟ انا كتير مشتقت لك يا خالته. كنت عم قول لأختك زهراء قبل شوي اني رحت على المول مبارح وجبت لكم هدايا كتير غالية. ايه خالتو، وشو جبتي لي معك هدية الي؟ جبت لك ساعة قيمة وعوينات شمس كتير غالية. شو؟ جايبت لي ساعة غالية وعوينات غالية؟ وهيدي هديتك انت كمان يا حلا، جبت لي ساعة ماركة. واو واو شو حلوة يا خالته، مبين عليها كتير فخمة وغالية. ايه يا حلا، هيدي الساعة كتير فخمة وغالية، هيدي ماركة بعتقد انها سويسرية. واو من سويسرا؟ معروفين انه كتير بيعملوا ساعات حلوين. ايه شو مفكرة يا حلا، شو خالتك بتجيب شي حيالله؟ بسيها يا خالته. شفتيها شو حلوة؟ واو كتير حلوة. وهيدي العوينات جبت لك اياها ايطالية كمان، جربيها شوفيها ما احلاها، جبتها كتير غالية. واو مرسي يا خالته. يا هلا يا حبيبتي. ايه يا خالته، يلا اعطيني احكي مع مليكة. ايه خالته، رح نادي لمليكة. مليكة مليكة، طيب احكي مع خالته نور. مليكة، خالته نور بدها تحكي معك. ايه كيفك خالته نور؟ ايه مليكة، كيفك يا خالته؟ انا كتير اشتقت لك. تعرفي شو؟ بعدني عم اقول لاختك حلا ولاختك زهراء اني نزلت على المول امبارح وجبت لكم كتير هدايا حلوة وغالية كتير. شو؟ جبتي لي معك
لك هدية؟ وشو هاي الهدية؟ جبت لك يا مليكة لعبتين باربي بجننوا كتير حلوين، أنا وصغيرة أمي وبي كانوا يجيبولي منهم. شو؟ جبت لي معك لعبتين باربي حلوين كتير؟ وهاي هديتك يا مليكة، جبت لك لعبتين كبار باربي، شايفة مع أحلامهم؟ هدي أعطيكي بعد التانية. واو شو حلوين يا خالطة، شفتي يا شو حلوة؟ ياي أعطيني محمد أحكي معه. إيه أكيد. محمد محمد تعال احكي مع خالته نور على التليفون. ألو كيفك خالته نور؟ حمودي حبيبي كيفك يا خالته؟ اشتقت لك كتير. أنا بخير الحمد لله. والله يا خالته بعدني عم قول لأخواتك زهراء وحلا ومليكة إن مبارح رحت على المول وجبت لكم هدية كتير حلوة وغالية. شو؟ جايبت لنا معك هدايا غاليين؟ وشو جايبت لنا معك هدية؟ جبت لك سيارة بتجنن بتجنن، وشوفها شو سريعة، بكرة بتكيف فيها أنت عم تلعب فيها بالبيت. شو؟ جايبت لنا معك سيارة حلوة كتير؟ وانت يا محمد جبت لك شيء كتير حلو، انا بعرفك انه انت بتحب السيارات على ريموت كنترول، فجبت لك اياها لتلعب فيها يا خالتي وجربها. واو وهاي بتشرجها كمان. شفتها شو حلوة يا خالتي؟ كتير حلو يا خالتو، شكرا لك. ما بدك تجربها؟ بلا. شو حلو يا خالتو بتنام على ظهرها. هيدي يا خالتو اللعبة غالية كتير، ماركة ألمانية، بس ما بيغلى عليك شي يا خالتو. شكرا يا خالتو. خبر إخواتك وأمك إنه أنا ساعة وبكون عندكم بالبيت. اوكي خالتو نحن ناطرينك لتجي. يا الله شو مشتاقة لخالتو نور. وانا كمان وانا كمان وانا كمان كتير اشتقت لها. بس انا مش مصدقة انه خالتو نور البخيلة جايبت لنا هدايا غاليين. يا مليكة الإنسان بيتغير، ما بيبقى مثل ما هو، صارت كريمة. معك حق يا محمد، سبحان الله، الله بيغير الإنسان. إيه يا حلا، إن الله لا يغير ما بكم حتى يغير ما بأنفسهم. إن شاء الله ما تتأخر، اشتقنا لك كتير. إجيت. أنا كتير اشتقت لك حبيبتي يا زهراء، وأنا كمان كتير اشتقت لكم. تفضلي تفضلي فوتي. كتير اشتقت لكم أنا يا خالتو، كتير كتير. ونحنا كمان. يلا تعالوا نتحدث شوي، تعالوا. وجبتي لنا هدايا، بس انا ما شايف الهدايا معه، اكيد هلا بتجيب لنا اياهم ديليفري مع حدا. يا ريت ماما معرفتنا عليك من زمان يا خالته. انا ما شايف كيس الهدايا بايدها، معقول بدها تجيبهم ديليفري مع حدا؟ صراحه احلى شي بالعالم هو الخاله. صراحه انا مستغرب كتير، لما كنا عندها بالبيت كانت تغدينا اصبع بطاطا وحبه بندوره، كيف صارت كريمة فجأة؟
الله بيغير الناس مثل ما قلت. صراحة يا خالته كل الحكي اللي حكيوه عنك اخواتي 100% صح. انا من وقت ما عرفت انه في عندي خالة اسمها نور انصدمت فيها انها كتير بخيلة. ليه؟ لانه ماما كريمة وعائلة جده كلها كريمة، فهي ليه كانت طالعة هيك؟ بس وين كيس الهدايا؟ انا مني شايفيته بايدها. معقول تبعته ديليفري مع حدا لانه كبير وما كانت تقدر تحمله؟ شكرا يا خالته على كل الحكي الحلو اللي قلتوا لي اياه. ولو يا خالته، انت احلى خالة بالعالم وبتستهلي كل هيدا الحكي. حبيبتي يا زهراء، الله يخلي لي اياكم يا رب. حبيبتي يا خالته، بس ما قلتي لنا وين الهدايا؟ اكيد الدليفري بعت لك اياهم مش هيك؟ دليفري؟ ما فهمت عليك. خالته الهدايا يلي بدو يجيبهم الدليفري. دليفري؟ شو يعني يا خالته؟ ما عم بفهم عليكم، حدا يفهمني يا زهراء. خالته دليفري مش بليفري، دليفري هو شخص بيوصل لك الاوردر اللي انت طلبتيه. اورجر؟ شو يعني اورجر يا خالته؟ لك عم بتضيعوني، حدا يفهمنا. خالته اوردر مش اورجر، يعني طلبيه. طلبيه. يا خالته اعذروني، ما انا ما كفت تعليمي، يعني ما بفهم بهالاشياء كتير. عم تضحكوا؟ اضحكوا يا خالتو علي، حقكم تضحكوا. خليني وزع لكم الهدايا هلأ. هدايا؟ وينون؟ هيون يا خالتو بالكيس. شو؟ بهيدا الكيس الصغير؟ ايه بهيدا الكيس الصغير. وبعدين انتو شو فرق معكم؟ مش المهم تاخدوا الهدايا؟ كيف بدها تساعد الطباخ بهيدا الكيس الصغير؟ واللعبتين البرب الكبار كيف بدهم يساعوا بهيدا الكيس الصغير؟ والسيارة يلي عريموت كيف بدها تساعد بهيدا الكيس؟ معقول الساعة والعوينات بهيدا الكيس مع هدايا اخواتي؟ يلا رح بلش من الصغير للكبير، يعني منبلش بمليكا. وهيدا اللعبتين الباربي لمليكا. لك شو حلوين يا خالته. هل هن اللعبتين الباربي اللي قلتي لي عنهم؟ ايه مليكا هول هن، شفتي شو حلوين وغاليين؟ ها غاليين يا خالته، ها ما بيطلع حقهم 10,000. شو 10,000؟ لا يا خالته، هول جبتهم 5,000. 5,000 كمان؟ كيف اعطاكي اياهم ب5,000؟ لانه يا خالته ضيعين السكربنات لإلهم فجبتهم ب5,000. سبحان الله، البخيل بخيل ما بيتغير طول عمره. يلا يا مليكة خديهم يا خالته والعبي فيهم. وهلا هدية محمد، جبت لك سيارة، هيدي بتلعب فيها قد ما بدك بالبيت، بتكرجها بإيدك هيك. هلا هاي هي السيارة يا خالته؟ ايه يا خالته عجبتك ما هيك؟ لك ما بيغلى عليكم شي انتو. خالته هاي حقها بس 15,000 مش غالية. شو؟ 15,000؟ اكيد لا، جبتها يا خالته ب10,000 لانه ما بتمشي كتير. كمان ما بتمشي كتير؟ سبحان الله، مثل ما قال عنا خاله محمد، بخيلة من هي وصغيرة. وهلأ هدية حلا، لك شو جبتلك؟ عوينات وساعة. خالته هيدي ليه ما إلها أزازة؟ يا خالته هيدي حقها 5,000 ليرة، بس لأنها بلا أزازة فجبتها ب2,000 ليرة. شو؟ عوينات ب2,000 ليرة؟ يعني مش ماركة كمان؟ ماركة؟ أنا بدي أجيب ماركة يا خالته؟ أكيد لا، الماركات غالية كتير وما فيي أنا أجيبها. ييه خالته؟ مبين ما بتشتغل. أي خالته أكيد ما بتشتغل، لأنه هيدي حقها 10,000 وعطاني إياها ب5,000 لأنه بلا بطاريات. شكراً. وأنا يلي كنت مفكرة أنك جايبت لي عوينات ماركة عالمية وساعة ماركة عالمية، قال شو جايبتهم ب5,000. وهلأ
إجا دور زهراء من قارب كوسا. شو؟ عدة الطبخ طلعت من قارب كوسا؟ أي خالته، هيدي بتريحك بنقر الكوسا أحلى من السكينة. أصلا مين قالك إنه أنا بنقر كوسا؟ ومين قالك إنه نحنا ما عندنا من قارب كوسا؟ أي خالته، هيدي جديدة خليها عندكم. شكرا يا خالته. وقال أنا صرت أتخيل إنه جايبيت لي طقم طناجر تفال، طلعت جايبيت لي مرقة كوسا، شو بدي فيها؟ يا الله شو بخيلي خالته النور، ما رح تتغير. انبسطتوا بالهدايا يا خالته؟ إيه كتير انبسطنا. إيه يا خالته مبين عليكم. المرة الجاي بس زوركم رح جيب لكم هدايا مثلهم كمان.